نعم. فضيلة الشيخ، أنا مريت يوتري على السماء، في بعض الناس الوتر بالنهار يقضوه لما يأخذوا من النوم أو قبل صلاة الصبح بثلاث ركعات، كيف كيفية القضاء حقه؟ هذا غلط. الوتر إذا طلع الفجر انتهى وقته، ويقضيه الإنسان في النهار، يقضيه في النهار. إذا كان يوتر بثلاث في العادة فليقضيه أربعا، نعم. وإذا كان يوتر بخمس فليقضيه ستا، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فليقضيه اثنتي عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. يعني بتشهد واحد ولا يفرق التشهد؟ لا، بتشهد واحد. جزاكم الله خير. ولا يجوز بتشهدين، لأنه لو جعله بتشهدين أشبه صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر بما يشبه صلاة المغرب.